فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ورفع وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ثم قال سبحانه وتعالى، وهذا محل الشاهد، نعم، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. لو شاء الله جل وعلا ما حصل بين الذين جاءوا من بعد الرسل، الذين جاءوا من بعد الرسل قتال فيما بينهم، فوقوع القتال هذا بإذن الله وإرادته الكونية ومشيئته الكونية، لأن المشيئة لا تكون إلا كونية، بخلاف الإرادة فإنها تكون كونية وتكون شرعية، فالمشيئة لا تكون إلا كونية. فلو شاء الله ما اقتتل، فدل على أن اقتتالهم إنما هو بقضاء وقدر من الله، وأن الله قدر ذلك عليهم عقوبة لهم. ليه؟ لأنهم اختلفوا. نعم. فلما اختلفوا سلط الله بعضهم على بعض. فهذا فيه ذم الاختلاف الذي هو من النوع الثاني، الذي هو اختلاف التضاد. أن هذا ذم، لأن الله لما اختلفوا اختلافا غير مأذون به شرعا، لأنهم جاءتهم البينات، فما كان لهم أن يختلفوا لو أنهم أخذوا بالبينات. نعم. ما كان لهم أن يختلفوا، لكنهم تركوا الشرع وأخذوا بآرائهم وعقولهم فاختلفوا، ثم أدى هذا إلى القتال فيما بينهم وأن يقتل بعضهم بعضا. فهذا دليل على أن اختلاف التضاد يؤدي إلى الاقتتال وسفك الدماء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفرق والاختلاف، وأمر بالجماعة والسمع والطاعة لأجل حقن الدماء واجتماع الكلمة.